قتل 5 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة ميفادون جنوب لبنان، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال حدود لبنان مع إسرائيل. وأفادت مصادر إسرائيلية بأن من بين القتلى ابن شقيق القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين المتهم بعملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. هذا ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن طائرة حربية إسرائيلية حلقت اليوم على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت قبل دقائق من بدء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلقاء كلمة له. وقال الشهود إنهم تمكنوا من رؤية الطائرات بالعين المجردة، ونتج عنها واحد من أكبر الانفجارات الصوتية التي سمع سكان دويها منذ سنوات. وللمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة مراسلتنا لمزيد من التفاصيل معنا من القدس مباشرة مراسلتنا أحلام عثمان، ومن صعيد جنوب لبنان أيضا مراسلتنا سارة شحاده. أهلا بكما. أبدأ معك أحلام، يعني فيما يتعلق بآخر التطورات هنا شمال إسرائيل، هل فعلا تقريبا الهجمات تركزت على مقرات عسكرية أو استهدفت مقرات عسكرية بالأساس هنا؟ نعم صحيح. لنبدأ رامي في آخر المستجدات تحديدا بعد خطاب أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، فهناك العديد من الإسرائيليين الذين قرأوا في هذا الخطاب بعض من الرسائل التي جعلتهم أقل توترا لربما وأكثر هدوءا مما كان عليه في السابق، فبعد أن كانت هناك التوجيهات والتعليمات من قبل السلطات والبلديات المحلية للمستوطنات وللبلديات والقرى الواقعة في مرتفعات هضبة الجولان السوري المحتل امتدادا إلى مدينة نهارية بالبقاء بالقرب من الملاجئ والأماكن المحصنة ليرفعوا هذه القيود ويعودوا إلى الحياة الروتينية الطبيعية في هذه المناطق. هذه التعليمات جاءت بعد أن كان هناك عمليا استهدافات بسرب من الطائرات المسيرة أطلقها حزب الله اللبناني على موقع عسكري إسرائيلي وهو قاعدة شراقة الواقع شرقي مدينة عكا. هذا الهجوم بهذه الطائرة المسيرة أدى إلى إصابة 6 من الجنود الإسرائيليين في هذه القاعدة، واندلعت الحرائق في هذا المكان. كان الجيش الإسرائيلي قد فرض التعتيم الإعلامي والرقابة العسكرية على مثل هكذا معلومات، ولكنه خلال الساعة الأخيرة رفع هذا الحجب عن مثل هكذا معلومة. إلى جانب من هذا الأمر هناك الحدث الأبرز الذي وقع في جنوب مدينة نهارية مع في البدء قيل بأن طائرة مسيرة انفجرت وأدت إلى إصابة العديد من الإسرائيليين، ولكن تبين وفقا لما خرج من الجيش الإسرائيلي وبناء على التحقيقات التي يقول بأنه أجراها بأن هناك صاروخ من القبة الحديدية كان قد انفجر وأدت هذه الشظايا منه إلى إصابة ما يقرب من 14 إسرائيليا في جراح مختلفة منها في مستويات خطيرة، وهناك أيضا إصابة صعبة وما تبقى هي إصابات متوسطة حتى طفيفة. إذن هناك حالة من التأهب، ولكن هذا الأمر وهذه الاستهدافات التي حصلت اليوم هي تأتي في إطار عمليات الصد والرد وقواعد الاشتباك المتبعة كجبهة إسناد وأيضا كرد فعل على اغتيال قيادات ميدانية، ولكن ليس على عملية اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر. وفي آخر أيضا الأحداث كان هناك إطلاق لعشرة صواريخ إلى 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية خلال الساعة الأخيرة باتجاه منطقة الجليل الأعلى تحديدا في كريات شموني. هذا الأمر الذي أدى إلى أضرار مادية واندلاع حرائق على الرغم من أن القبة الحديدية اعترضت بعض من هذه الصواريخ. أعود إليك سارة هنا، وفيما يتعلق ربما هنا بكلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ما أبرز النقاط ربما التي ذكرها في هذا الخطاب الأخير، وأيضا كيف هي الأوضاع جنوب لبنان، يعني ما آخر المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بالمستجدات الميدانية من هناك إلى الآن؟
نعم رامي، تحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الحفل التأبيني للقيادي فؤاد شكر، وأبرز ما أشار إليه بأن رد إيران ورد حزب الله آت على عملية اغتيال فؤاد شكر واغتيال إسماعيل هنية، وقال بأن الانتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع هو جزء من العقاب وجزء من الرد، لأنها معركة نفسية وسلاح ودماء. أيضا تحدث وأشار أن ما جرى اليوم وفي الأيام الماضية ليس ردا على عملية اغتيال فؤاد شكر، وأشار إلى فشل القبة الحديدية في اعتراض الأهداف، وتحدث كيف أن أحد الصواريخ صواريخ القبة الحديدية سقط في نهارية وأدى إلى جرح أو إصابة 19 جريح. أيضا في خطابه دعا جبهات الإسناد إن كان في العراق وفي لبنان وفي اليمن إلى الاستمرار في مساندة قطاع غزة كما في الأشهر الماضية. وعن القضية الفلسطينية أيضا اعتبر بأن إذا انتصرت حكومة نتنياهو في الضفة وفي غزة فهذا يعني أن الأقصى المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية سيكونان في خطر. أشار أيضا إلى مشروع نتنياهو وهو تهجير أهالي غزة إلى مصر، وقال بأن في حال هزمت المقاومة في غزة فستكون المخاطر على كل الدول العربية من لبنان إلى سوريا والأردن. تزامنا مع هذا الخطاب كان هناك خرق للطائرات الحربية الإسرائيلية لجدار الصوت فوق العاصمة بيروت على دفعتين ولمرتين، ووصف بأنه من الأعنف، يعني أدى إلى تكسير زجاج المنازل وأصاب الناس بحالة من الهلع. في نفس الوقت وتزامنا مع هذا الخطاب تم إطلاق أكثر من 30 صاروخ من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الأعلى. طبعا كل هذا التصعيد اليوم هو يأتي أيضا بعد استهداف إسرائيلي لمنزل في ميفادون جنوب لبنان أدى إلى سقوط 5 عناصر من حزب الله، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت بلدات جنوبية منها لعديس رب الثلاثين وحولة أيضا. نعم شكرا جزيلا لمراسلتينا إذن على كل هذه التفاصيل والمعلومات. من صيدا جنوب لبنان كانت معنا مباشرة مراسلتنا سارة شهادة، ومن القدس أيضا كانت معنا مباشرة أيضا مراسلتنا أحلام عثمان.